تسببت عاصفة قوية في سوء الأحوال الجوية بمنطقة الشرق الأوسط، وتسببت جزئيا في إغلاق محطات القطارات والمطارات والموانئ. ففي الضفة الغربية عثر على جثتي فتاتين فلسطينيتين بعد أن جرفت مياه الفيضانات السيارة العمومية التي كانتا تستقلانها. وفي لبنان تساقطت زخات من البرد في بيروت مع استمرار هطول الأمطار وانخفاض درجات الحرارة إلى ما دون معدلاتها في هذا الوقت من السنة. وفي بلدة تعلباية في البقاع عثر على جثة لبناني في الثلاثينيات من العمر. وتعد هذه العاصفة استثنائية من حيث كمية الأمطار التي هطلت بين السبت والأربعاء، وتعد هائلة نسبيا في هذه المدة القصيرة ولا تتكرر إلا كل بضع سنوات. وهذه الظروف المناخية تصعب من ظروف حياة اللاجئين السوريين. وقالت مسؤولة العلاقات الخارجية في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان إن المفوضية استنفرت منذ الأحد للاستجابة لكل الحالات الطارئة. وأضافت أنه مع هذا الطقس العاصف باتت الملاجئ مهددة، ومع تساقط الثلوج في البقاع باتت الناس في حاجة ماسة إلى المساعدة. وفي سوريا عرض التلفزيون الرسمي صورا مباشرة لتساقط الثلوج على دمشق، بدا فيها أيضا جبل قسيون الذي يشرف على العاصمة وهو مغطى بالثلج في شكل كامل. وفي الأردن حذرت مديرية الأمن العام الأردني المواطنين من الخروج من منازلهم إلا في حالات الضرورة القصوى.